مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في القصة ديال البطل هشام، هشام اللي المنزل ديالو تصاب بالحريق، هو تأذى، الوليد ديالو، الزوجة ديالو. الحل الأنسب اللي لقات أنها تلاح من الدوزيام، ومجهود كبير داروا رجال الأمن مشكورين. مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع عنده أبعاد كثيرة، وكما قلت في السابق في إحدى الفيديوهات ما بعد الواقعة. وهنا كيتطرح سؤال، عندنا حكومة مغربية بطبيعة الحال الحزب ديالها للشعار ديالو أو الرمز ديالو إذا صح التعبير هو الحمامة. هذه الحمامة واش مازال ما ولدتش الأفكار؟ واش مازال ما ولدتش منهجية اشتغال محكمة لمثل هذه الملفات وهذه الوقائع؟ هذا الملف تيألم، وعطى نموذج من بين هذه الأشياء اللي كتوقع عندنا في المجتمع. هذا قضاء وقدر. هذه العائلة العار ديالهم على من؟ ما داروا لا بيديهم لا برجليهم كما كنقولوا، ولكن اش غادي يكون المآل ديالهم؟ إنسان تحرق، مرتو تلحت من الدوزيام، كارين هذيك الدار، ما عندوش فين يبات، ما كاينش اللي كيعطيه خبزة. وهذا هو دور المؤسسات. هنا في الحكومة عندنا وزارة التضامن، شنو هو البرنامج ديالها؟ شنو هي المنهجية الاشتغال أو استراتيجية اللي كقاعدة عندك تطمح لها في المستقبل؟ علاش ما عندناش مؤسسات اجتماعية لمثل هذه الأوضاع أو هذه الكوارث اللي كتوقع عندنا في المجتمع؟ ممكن تكون دار تحرقات، ممكن زلزال لا قدر الله، ممكن أمور أخرى. وهذه العائلات، الصحافة كتقدر توصل الخبر، والتضافر الجهود المغاربة مشكورين. المغربي كيعيش مع المغربي. مشاهدينا الكرام، هذه كل أسئلة كتطرح، لماذا هذه الحكومة عندها الصمت الرهيب؟ السيد كيتكلم بالقلب ديالو، تحرق كله عافية، خرج كنعطو مرة مسكينة عطاتو بوكاديو واحد الساندويتش بسيط جدا، في الناس من المغاربة عارفينه، رغم انه في الظرفيه الحاليه خصو اهتمام في التطبيب، حتى في نوعيه الاكل شنو غادي ياكل. نقولها بالدارجه، هذا خصو دابا ياكل الباربا، وخصو خصو خصو خانا ماشي الدومين ديالي هو الكوزينه. فهذيك الظرفيه هو جالس مسكين في هذاك الارض، السيد عطاه الزربيه، الجاج مهرس تيتشوى على ولده، مرتو عندها ردود كذلك من بعد الواقعه ملي تلحت من الدوزيام. الموضوع إنسانيا واجتماعيا دور الحكومة وهذه وزارة التضامن. أنا هي تنسول، ولا عندهم شي جواب غير يجاوبونا، علاش ما عندناش مؤسسات ديال الإنقاذ مثل هذه الوقائع اللي كتوقع في المجتمع؟ كيفاش نحميو هاد الناس؟ بالتنسيق مع السلطات بطبيعة الحال، ويداروا عليها تقارير. أشنو هي المنهجية ديال وزارة التضامن؟ والعنوان اللي طرحت هو شكون اللي فوق هذه الوزارة؟ اللي هي الحكومة والحزب الحاكم اللي عنده الحمامة، اللي ما تتولدش، ما تتولدش الأفكار، ما كتولدش آفاق مستقبلية. نطوروا تحنا بحال دول أوروبية أو دول أخرى، لماذا؟ هذا جانب. جانب ثاني، الشكر الجزيل صراحة رجال الأمن والله العظيم، وكذلك البعض في المغاربة اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع ما لا يعرفونه عن رجال الأمن. اي ضابط شرطه قضائيه عنده جوج الرؤساء، عنده رئيس اداري ورئيس قضائي. رئيس اداري كيتبع مع التوقيت المهام، ورئيس قضائي هو السيد وكيل الملك الذي يعتبر ضابط شرطه قضائيه سامي. مهمه صعبه، كيفاش يواكب بين المهام اللي عنده فيما هو اداري من الرئيس ديالو؟ الا قلنا ضابط راه كاين ضابط ممتاز، عميد، عبيد ممتاز، وحنا غاديين في التدرج حتى الاعلى رتبه. وكاين الرئيس القضائي اللي هو السيد وكيل الملك، اللي الضابطة القضائية كتمشي بالتعليمات النيابة العامة. السيد وكيل الملك هو في حد ذاته ضابط شرطة قضائية سامي، مسؤول على الشرطة وعلى الدرك وعلى كاع اللي عنده الصفات الضبطية. مشاهدينا الكرام، هاد الشرطي أو هاد الرجال ديال الأمن اللي هما جالسين مع هاد الناس، والله اللي عان بهم، اللي جايبين هادوك المارات يقولها غير تلاحي تلاحي، فيها أختهم، فيها بنتهم، فيهم هم،
الشكر الجزيل لهم والله العظيم. انا والله العظيم كنت شاد البوليسي تنبوس لي يدي ورجلي، ولن انسى هذا الخير ديالو رغم انني ما عرفتوش باش يشجعوها. وقالتها مسكينه من قلبها، قالت الطريقه كيفاش شجعني وهيئني، وها تما الجواب ديال ديك المراه في هذيك اللحظه بالضبط. تيكون قرار في ثواني، يا اما تقدر تقاسم العافيه الله يستر وكل المآل ديالها اللي ما تنتمناوش، يا اما تلاح كيفاش عاش مع ذاك الرجل الام قبل ما يكون هو في الان فهو انسان، والمهمه اللي عنده والسلامه والامن ديال الناس ومحاربه بعض الفئات اللي لهم سلوك شيئا ما يميل الاجرام، وعنده رئيس اداري وخصو يتبع تعليمات السيد وكيل مالك، مهام صعبه. وهنا كنوجه الشكر الجزيل من الصغير للكبير للاداره العامه ديال الامن الوطني، كيفاش نقد هاد السيده بهذيك الطريقه اللي كيلحلى بانه. وفي الاخير من بعد الواقعه كما تبعتوا معنا، سمعتوا معنا الاب ديال داك الوليد، وسمعتوا معنا مرته، وسمعتوا معنا الجده، لا جماعه لا مستشار لا مؤسسات متخصصه في مثل هاد الكوارث ما عندناش. الى متى سوف نبقى بهذا الوضع؟ علاش حنا ما نطوروش؟ حكومه خديتي المسؤوليه، اعطيتينا الشعارات، حطيتينا هذيك الحمامه، ما فهمنا والو. الى متى ناقشوا امور اخرى؟ موضوع راه عارفينه الناس، ليسانس والمازوت ما يقد عليه حتى واحد، اللي عنده شي بيكالي يتوكل على الله. شنو هي المنهجيه ديال هذه الحكومه؟ هذا هو السؤال. هذا نقاش بناء. هناك فرق بين النقد البناء او وكذلك النقد من اجل النقد، المرحله الثاني ماشي ديالنا، ولكن النقد اللي له افاق وله افكار وله منهجيه محكمه صحي، هو متنفس للراي العام لله عز وجل اللي بهم. أنا هاد الواقعة ديال هشام البطل اللي دار ولد وسط كرشو هو وياه وتحملوا العافية وكل شيء، وحاول يدير الجهد ديالو، ومشكور رجل الأمن اللي غامر وقنع هذيك السيدة بأنه تلاح من الشرجم باش تنقد. وهذا كيبان لنا علامة استفهام لهاد الحكومة الصماء، لماذا سوف يستمر الوضع بهذه الطريقة؟ مشاهدينا الكرام، ما يهمنا في الموضوع هو أننا كنشوفوا أين هي مكامن الخلل، من أجل أننا ندركوها ونهيئ الأمور ما هو أحسن، واللي عنده حسن نية بطبيعة الحال. وكذلك المغاربة الله عز وجل اللي علمهم في مثل هذه الأمور، هذا مثال لواقعة معينة. السيد خرج من السبيطار لقى الأزمة اللي فيها هو أكثر من اللي كان فيها في العافية. مشاهدينا الكرام، التعليق المواطن، شكرا لكم.